للمزيد أيضا في هذا الشأن معنا هاتفيا الكاتب أحمد عطل، متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا ومرحبا بك. بداية، هذه الضربات الجوية جاءت تأكيدا على عدم تهاون مصر في حق شعبها أو في حق الليبيين، ولكن إذا كنا نتحدث عن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، برأيك ما هي المحاور التي من الممكن أن نحارب من خلالها هذا الفكر المتطرف؟ يعني بداية أرفض أن ألخص أو أختزل مشكلة الإرهاب في نطاق الفكر. لقد تجاوزنا المرحلة الفكرية، والآن نحن في مرحلة المواجهات الأمنية والعسكرية. لقد فات الأوان حتى نخترق التنظيمات أو الميليشيات المسلحة التكفيرية التي تنتشر على مستوى الشرق الأوسط من خلال التحور الفكري أو من خلال مؤسسات تعليمية. هذه المرحلة لقد انتهت تماما، ولكن الآن نحن فيما يعرف بالحرب بالوكالة. الضربات الجوية الاستباقية التي قامت بها القوات الجوية هي ردا على ما يعرف بالثلاث معسكرات التي تم تأسيسها خارج الحدود المصرية، وتم تأسيسها بعد ثورة 30/6 بهدف إسقاط النظام المصري، وحتى لا يتم استكمال المرحلة الحالية حتى 2018 حتى يكون هناك وضوح لوضوح المشاهد بدون مواربة في العرض أو التفسيرات أو التحليلات. هناك ثلاث معسكرات، في معسكر في ديرنا وفي جبل نافوسة في ليبيا، ومعسكرات الهلال على حدود التركية السورية، ومعسكر داخل بوكو حرام. هذه المعسكرات تم نقل ليها خمسة حسب ما أكدت المصادر الخارجية والمعلومات الاستخباراتية، وليس من عندي كمعلومات، تم نقل 5000 من العناصر التكفيرية المسلحة من جنسيات عربية مختلفة، منهم بعضهم يحملون الجنسية الثانية من داخل منطقة اليورو عبر ما يعرف بالمسارات البديلة للمعسكرات الثلاثة، بتمويل 500 مليون دولار من قطر ورعاية الاستخبارات التركية داخل هذه المعسكرات ونقل. إذا أستاذ أحمد، أنت أثرت هذا التمويل الذي يجعل من الجماعات الإرهابية. أتحمل هذا الرقم، أنا لم آتي، أنا أطرح في إطار معلومات وليس في إطار تحليل كلاسيكي. نعم، ولكن حينما نتحدث عن التمويل، يعني كيف من الممكن أن نقف هذه المنابع التي تمول وتسلح الإرهابيين؟ ما إذن يعني هنظل ندور في نفس الدائرة المفرغة. أحييك على هذا السؤال. بداية، بعد كم ثورة 30/6 تحركت الأجهزة الأمنية في مصر، جهاز الأمن الوطني وبحث الأموال العامة، بوضع استراتيجية في تكشيف منابع التمويل الداخلية. ستواجهين لي سؤال، ماذا تقصد بمنابع التمويل؟ هي أموال جماعة الإخوان الإرهابية، من رؤوس أموال كانت لديهم إيداعات داخل البنوك المصرية، وكانوا يدفعون بالمظاهرات الفئوية والمظاهرات والمعارضة أثناء الحظر قبل تولي معارض عبد الفتاح السيسي المشهد رئاسة مصر. فاستطاعت الأجهزة الأمنية أن تجفف منابع التمويل، وخاصة الأموال القادمة من بعض الدول لرؤوس وقيادات مكتب الإرشاد داخل مصر، سواء الهاربين أو ممن تم القبض عليه. ولكن هناك تمويل آخر، هو تمويل صناعة الميليشيات التكفيرية لتنفيذ ما يعرف بالحرب بالوكالة. تستطيع دولة أن تصنع ميليشيات لاستهداف وإسقاط دولة أخرى لحسابات سياسية، لحسابات دولية، وهذا ما يتم على أرض الواقع. وقد أشار معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته من خلال القمة الأمريكية السعودية الإسلامية، وقد حدد وقد أشار عن لواء المقاتلين الأجانب في أوروبا التي بنيت بانتكاسة، ويعتبر عام 2017 هو سوف يكون العام الأعنف في تاريخ منطقة اليورو. وقد أشار إلى هناك بعض الدول التي تنفذ ما يعرف سبورتنج فاينانسنج تكفير اورجنايزيشن، اللي هي بتمد وتمول الجماعات التكفيريه المسلحه. هذه الدول، حتى نكون ملمين بالمعلومه وحتى لا يكون هناك مواربه، العالم كله يعرف تماما الدور التركي والقطري منذ طلعات الربيع العربي الامريكي. لكن موقف قطر الان، يعني من الصعب، موقف قطر موقف لا تحسد عليه، هل تتوقع ان يكون هناك رد فعل دولي تجاه قطر، ويعني تجاه التقارير التي صدرت مؤخرا عن اثبات تمويلها للتنظيمات الارهابيه؟ احييك مره اخرى على هذا السؤال. لا يكون المجتمع الدولي أشبه بالرجل العجوز، لا يستطيع أن يوجه أي انتقاد لقطر. لماذا؟ قطر لديها أكثر من 150 مليار يورو
100 مليار جنيه استرليني. نعم. داخل لندن بريطانيا، بريطانيا بمفردها خلال العام ونصف الماضي اشترت مؤسسات مختلفه واستثمارات داخل لندن. هل تعلمين ان قطر بمجرد وصول دونالد ترامب المشهد الرئاسي قد تواصلت بكل ما اوتت من علاقات واستثمارات داخل امريكا وداخل منطقه اليورو، وتواصلت مع مسؤولين رفيع المستوى حتى لا يتم ادراج، حتى لا ياخذ الرئيس الامريكي قرار بادراج جماعه الاخوان على قوائم الارهاب الدولي، وتم ارجاء هذا القرار بضغوط قطريه فقط وليس تركيه، نظرا للنفوذ الاستثماري والاموال التي دفعت بها قطر داخل الولايات المتحده الامريكيه وداخل منطقه اليورو. فالمال السياسي هو الذي يحكم العالم الان وليس النظريات السياسيه والمجتمع الدولي والقانون. ولكن من ناحيه اخرى يعني نجد العرب اعتقد الان في مواجهه عربيه حاسمه تجاه كل التنظيمات الارهابيه في الدول العربيه، ان كانت سوريا، العراق، ليبيا، او اي خطر قد يهدد مصر وامن شعبها. استاذ احمد عطاء الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الاسلاميه كنت معنا، اشكرك.